من الأساسيات اليومية بكل بيت. لهيك مهم كتير تفكروا بالبيئة أنتوا عم تطبخوا. أولاً حضروا كل المكونات قبل ما تولعوا النار، هيك بتوفروا غاز. لما بتطبخوا مهم كتير تعرفوا تختاروا قياس الطنجرة المناسب. إذا كانت صغيرة وعم بتسرب، هيدا الشي بيعني إنكم عم تهدروا طاقة ولازم تستعملوا الطنجرة أكبر. مهم كتير تسكروا الطنجرة أنتوا عم تطبخوا لتوفروا بوقت الطبخ وبالتالي باستعمال الغاز. طفوا النار قبل ما تستوي الطبخة بشوي، هيك بتكونوا عم تستفيدوا من حرارة الطنجرة لاستكمال الطبخ بدل الغاز. كل ما قللتوا من استعمال المي والمواد الدهنية، كل ما خلصت الطبخة بسرعة. استعملوا طنجرة الضغط لأنها بتوفر طاقة أكثر. جربوا تستعملوا الطباخ الشمسي يلي بيشتغل على الطاقة الشمسية. ما تتركوا النار والعة تحت الأكل تضل سخن، إنما لفوا بالمناشف. أخيراً ما تطبخوا أكثر من الاستهلاك، وخزنوا الأكل يلي بيبقى بالبراد أو بالفريزر. افتحوا الشبابيك وهو المطبخ بعد الطبخ and go green.